إذا إخواني الكرام، سلام الله عليكم. أولا، رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. بلاغ وزارة الصحة حول الوفاة الغريبة لأزيد من 20 شخص هنا بمدينة بني ملال. هذا هو البلاغ إخواني الذي صدرته وزارة الصحة بعد قليل. المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة تقدم توضيحات بخصوص حالات الوفيات المسجلة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، على إطر تداول لأخبار تفيد بتسجيل حالات وفيات مفاجئة بمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. قامت مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال بفتح تحقيق فوري لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث، ومن أجل تفادي المغالطات وتنوير الرأي العام المحلي والجهوي، فإن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية تقدم التوضيحات التالية. سجل المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يوم 24 يوليو 2024 21 حالة وفاة، منها 4 ديال الحالات وفاة خارج أسوار المستشفى، و17 الحالة وفاة استشفائية. كانت غالبية الوفيات بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم. وتهيب مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال بجميع المواطنين والمواطنات بالجهة توخي الحذر والحيطة والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة، وضرورة استشارة المصالح الصحية عند الحاجة. كما أن المديرية الجهوية تبقى رهن إشارة جميع المنابر الإعلامية بالجهة لتقديم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع. إذا إخواني، كما عرف أي مواطن وتبع بكل حسرة الوفاة ديال أكثر من 20 شخص أمس هنا بمدينة بني ملال، فهنا نرى بأن البلاغ الصادر عن وزارة الصحة يؤكد الأسباب هي ارتفاع درجات الحرارة، فاللهم الطف بنا يا رب. أخي المتتبع الإشارة، فمدينة بني ملال عرفت تتعرف لحد الساعة حرارة جد 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 مفرطة، الشيء اللي ربما يكون هو من بين أسباب هذه الوفيات اللي تنتمنوا لعزاؤنا واحد مع عائلات الضحايا اللي كنتمنوا. أخي المتتبع الكريم، اللي كنتمنوا الحيطة والحضر، حاولوا باش أنا تشرب الماء بزاف، حاول باش أنك ما تبقاش تحت الحرارة في وقت الدروة، حاول أخي المتتبع الكريم حماية الأطفال من وكبار السن نظرا للحرارة المفرطة اللي كنشوفوا أننا الساكنة كتحاول تدير قبعات فوق الرأس ديالهم للحماية من 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 من, من الأشعة ديال الشمس. فإن لله وإن إليه راجعون. الحذر ثم الحذر، تنعرفوا بأن مجموعة من البقع في جميع أنحاء المعمور كتعرف أخي المتتبع حرارة جد جد مفرطة. نحن الآن هنا بمدينة بني ملال، ولكن للأسف الشديد أن هناك حرارة مفرطة وجد جد مفرطة. فالحذر ثم الحذر. تنتمنى أي واحد يحاول يشرب الماء، وتنتمنى حتى الأجهزة الطبية أنها تخرج إعلاميا بنصائح للمواطنين لتفادي
هذه الحرارة المفرطة التي تعيشها مدينة بني ملال. أيث مديس تمزور نتيذي ربي غيفون الراث البال بزاف، الراث البال بزاف. هذه الحرارة ثوشا إيش العدد أكثر من 20 الشخص أقموثن غاس قدير إذلي غروسة. السبب نسن هي حسب البلاغ النذقاء وزارة الصحة ما بين أسباب نسن هي الحرارة نتفوقت نتسن مدينة بني ملال الأسبوع الأخير. فالنصيحة نغاوش خيكون لإمزداغ ادور تقيم بزاف الشمس شو بزاف ومان ادور تزري مدنيك سواثن الدونة الحرارة عن الشمس. فلنتمنى سيدي ربي ذاقي حدو لنتمنى سيدي ربي ان شاء الله اللطف والرحمة والمغفرة يمدنا موثن. فأيثما ذي استماء الزور سيدي ربي غيفون. فهذه الأسباب ديال الوفاة ديال 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 أكثر من 20 شخص. لا تمنى سيدي ربي أدور تقيمة داون ثافوك الراث البال بزاف، الراث البال بزاف. فأكون يحفظ ربي قناة شوف دي في تسور ذاك بني ملال أنعلو الأسباب الفاجعية أنعلو الأسباب الموت أكثر من 20 ورقاز ناي موثن. فلت مناخ سيدي ربي الرحمة والمغفرة يكون لميدنا موثنين. فأكون يحفظ ربي أيثما ذيستما إلا قيدون أمثن حميد العقاوي مباشرة سق بني ملال. أكون يحفظ ربي